مرحبا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من برنامج ألوان وأوزان. نستضيف مستمعينا أحد الكتاب والروائيين من أبناء منطقة مولاي إدريس زرهون، هذه المنطقة اللي نجبات العديد من الأدباء الشعراء والمثقفين، تربة خصبة لكل الألوان وكل أيضا الطاقات الإبداعية بمختلف التلاوين ديالها. يتعلق الأمر بالكاتب والروائي السي محمد عويدات اللي هو من مواليد منطقة زرهون وحاصل على شهادة الإجازة في اللغة العربية والأدب ديالها من كلية الأدب والعلوم الإنسانية بمكناس سنة 1989. يشتغل مدير مؤسسة للتعليم العمومي وله إبداعات وإنتاجات أدبية في مجموعة من الجرائد الوطنية. أيضا عنده مشاركات في مهرجانات وطنية ولقاءات في برامج إذاعية متنوعة، ومن بين المؤلفات ديالو مجموعة من الروايات. الأولى كانت سنة 2000 موسومة بطريق الاحتراق، وأيضا مجموعة قصصية بعنوان على حافة الانتظار سنة 2012 تصدر للسي عويدات رواية بعنوان باب السوق، إضافة إلى رواية أخرى تحمل عنوان الزاوية والعتبة. أيضا قيد الطبع هناك مجموعة قصصية من وحي الماضي، وأيضا رواية أخرى الطاهرة والربيع. قبل ما نتعرفوا على باقي الانتاجات الأدبية ديال السي عويدات، كنقولوا من خلال البرنامج مرحبا بك، أهلا وسهلا. شكرا أستاذ زهراوي، شكرا للإذاعة والطاقم الجميل ديالها، تشرفني نكون معكم هذا النهار. هذا السي عويدات طبيعة الحال دائما هو من خلال التواصل مع مختلف الطاقات الإبداعية والأدبية والإنتاجات الفكرية أيضا، بالنسبة لكم يعني كتبتوا في كثير من المواضيع، تجربة كانت غنية من خلال غنى وتنوع التيمات والمواضيع وأيضا الروايات والمجموعات القصصية اللي بدأتي فيها. تكلم لنا شوية على الغزارة في الإنتاج من الجانب الكرونولوجي ديالها. الإنتاج بدأ مع الثمانينات، لأن كان صفت حلقات للصفحة ديال الفراس اللي كانت جميع الشباب المغاربة كيصيفطوا في ذاك الوقت، اللي منهم كتاب حاليين مرموقين على الساحة الوطنية. كنت بجريدة أنوال، عندي قصائد شعرية فيها، ومن ثم كتبت واحد المجموعة ديال الحلقات مذكرة طالب جامع عطيل اللي قرأ هذاك التاريخ، مجموعة ديال القراء، ومن جمعت حلقات نشرتها في كتاب طريق الاحتراق. هذا إلا قبضنا ذاك الكتاب، هذا اللي رواية في 2000، غادي لقاو بأنها مازال عندي محتفظ أنا بالحلقات ديالو على الجريدة، وكنت كندير ديك التاريخ أبو مروان، ما كنديرش محمد عويدات. توالت الإنتاجات من بعده على حافة الانتظار اللي هي مجموعة قصصية صدرت لي في 2003، تم التوزيع ديالها من الصعيد الوطني. هذه المجموعة لقات واحد نجاح كبير، لأن مجموعة قصصية ماشي رواية. من بعد ذاك الشيء كان واحد المرحلة ديال الخمود نسبي، جات باب السوق ثم الزاوية والعتبة وألف ليام الدائرة اللي هو ديوان زجال 2016. حاليا راني بصدد طبع أو لتجهيز من وحي الماضي ورقات، وإن شاء الله غادي تصدر، وعندي ديوان آخر، وكاين الطهرة والربيع واجدة بتقديم ديال السي إدراغا كتبو جاهزة، ولكن مازال ما حنش. نعم السي عويدات، لكن ممكن تكلمنا على المراحل اللي مريتي منها، ومن خلال هذه المراحل هذه أهم تيمات اللي انطلقتي بها. أول ربما كان أعتقد يعني الرواية كتبتي فيها ربما عنده علاقة مع يعني الدراسة الجامعية، مع بعض معاناة ديال الطالب، ربما هذه النقطة، وكتجي أيضا بعض يعني الروايات الأخرى اللي فعلا كانت مغايرة ومخالفة لما انطلقتي منه. دائما نرى الإنتاج من خلال ذات الكاتب. احنا كأبناء الجيل ديالنا في ديك اللحظة كتأرقنا البطالة، وكنا كنقولوا عاطل ماشي معطل، راه تحول لو تيرم مع المدة، المصطلح تحول. كهذيك الرواية ديال طريق الاحتراق كتوصف المعاناة ديال طالب جامعي، كيفاش كان كيشوف كي كان الهم ديالو الوحيد، الاباء ديالو العطالة، الشيء كان تيحمل الهم، واللي اكتشفت ان الطالب العاطل ديما كيجري هو ما كيدير والو، دائما عندهم مأرق وما تيدير والو. مع التقدم على حافة الانتظار عالجت المشكل ديال الاساتذة. أنا كنت كنخدم في مؤسسة ومشيت مع ذاك الموضوع، إلا أنه مع تقدم السن وهذا أصبحت كنكتب في مشاكل في مواضيع، مثلا الرواية ديال باب السوق هي رواية تاريخية اجتماعية،
والسي ابراهيم قهويجي راه رد لها البال لهذ المسائل هذه. موراها الزاويه العتبه هي روايه اجتماعيه نفسيه بالدرجه الاولى، لانك تتكلم على الفتاه المغربيه المطلقه للطلاق الثاني وكيفاش يشوف لها المجتمع، مع العلم ان في هذه الروايه كان عاج مشكل ديال الوضعيه والعقليه. الفتاه هي وربما البنيه ديالها الجماليه احسن من اللي كانت، ولكن المجتمع ينقص من نظرة اليها. علاش؟ هنا الاسئله اللي كطرحها الروايه. نعم، ايضا يعني شفنا دائما النطاق الجغرافي والزماني اللي كتكتب فيه السعويدات، ايضا بحكم انك من ابناء مدينه مولد الزرهون التاريخيه والشامخه، كتبتي ايضا على الجوانب ديالها وربما الجوانب التاريخيه والجوانب الجماليه اللي كتميز هذه المدينه هذه. الى هضرنا هذه الهضره غادي تقول لي العنوان ديال باب السوق استاذ. نعم. اذا باب السوق هي باب في مولي دري الزرهون تم الاجهاز عليها في 68، راه ما بقاش شيء، دخلت للتاريخ بحكم هذه الروايه هذه. وهذيك الباب تعتبر الباب الفاصل ما بين السوق البراني والسوق الدخلاني. ملي كنقولوا كتبت في المواضيع التاريخيه، وشم في الذاكره ولا الوشم لا يزول. اذن الوشم مطبوع في الذاكره وما يمكنليش نتخلص منه، لان البنيه ديال الانسان هكاك دايره. ايضا بالنسبه لي بغينا ندير واحد القراءه في العلاقات اللي كتجمع هذه الروايات كامله وهذه المجموعات القصصيه، طبيعه العلاقه اللي كتجمع فيهم، واش هناك يعني ربما اشارات المضامين بعض يعني الروايات في روايات اخرى؟ اذا الخيط الرابط هنا كاين، غادي تلقى اما الخيط اللفظي المادي المعنوي، كاين خيط بالنسبه للغه ديال زرعون، راه جميع كظن اولا اللغه البسيطه والرصينه والرقيه ديال مولي دير الزرهون، ثانيا على مستوى الامكنه ديال مولي دير الزرهون، ثالثا على مستوى الفكره. التغير هو تغير الاحداث، تغير الوضعيه ديال الانسان، تغير المشاكل الانسان، وحتى حاليا مواضيع بدات كطرح نفسها بالحاح، لان الزرهون ديال هذا الوقت هذا الحديث ما هياش هي زون ديال الستينات والسبعينات. إذن بالضرورة نغيروا اللغة ديالنا ونسايروا. نعم، قبل ما نتكلموا أيضا على ما يميز يعني الإنتاجات الأدبية ديال السعويدات، اعتمدتي قلتي لغة بسيطة راقية ورصينة اللي كتنتمي لبيئة زرهون، علاش بالضبط يعني تعمدتي هذه النقطة؟ أولا أنا تربيت في مولاي ديال الزرهون وشربت من ما بعد اللغة تما. الجمالية ديال المنطقة، تاريخ المنطقة، الطابع التقليدي للمنطقة، هما اللي فرضوا واحد المعايير باش كتبنى الرواية. اللي غادي يعيش في واحد المدينة اللي نقية، واحد المدينة اللي ما فيهاش مثلا متنفسات اللي خارجة غير أخلاقية، ما كاينة شيء، مشينا مع اللغة ديالها، مشينا مع الطابع ديالها. ثانيا الأحداث اللي عشناها تما أحداث ديال تراتبية بسيطة، انسان كيخدم كيدخل العمل ديالو كيرجع. اذن في البدايه كانت حياه بسيطه، ولكن مع دخول الانترنت ومع مع مع تغيرات البنيه ديال المدينه وتغير الجيل ديالها وتغيرت الاحداث والقصص وشنو غادي نقولوا وشنو يمكن نقولوا. ايضا الى تكلمنا على مدى تاثير يعني البيئه والمجال يعني في اللغه ديال السي محمد عويدات يعني من خلال الخطاب الروائي ديالو، اكيد ايضا حتى الانتاجات الادبيه ديالو من الروايه كنلقاو الزجل يعني الطاغي في الانتاجات الادبيه، بحكم ان منطقه زرهون ايضا انتجات وطبيعه الحال اعطات يعني كبار شيوخ القريحه. طبعا الحال بغيناك تكلمنا ايضا على التوجه ديالك في الجانب ديال الزجل، واش هو كاين ايضا يعني بحكم يعني كان تاثر بحكم الطبيعه كما قلنا. اولا عايشنا ناس ديال الزجل تما، كانت القهوه ديال مولي سليمان الحداشي اللي حتى هي يعني ما بقات شيء، كان فيها الناس مثل الياديني مثل الحداشي خلاص مول القهوه، عايش انا اجيال مثل الفقير عمرية الله يرحمه مسكين، مجموعة الناس اللي كانوا من الناس الملحون، وكاين حاليا شيوخ الملحون، كاين السي حسن سليماني اللي تيكتب الملحون باللغة الفرنسية صديق ديالنا. هذا من جهة، من جهة أخرى أنني كبرت مع الوليد، الوليد كان الصناعة عنده الصناعة التقليدية، وكان قدامه الفندق فيه الدرازة، وكان عارفوا بأن الشغال ديال الدرازة هذوك الناس كينضموا، ملي كيكون تيخدم تيبقى ينضم وكيهضروا بالمعنى.
لا حداده ولا الدرازه ولا صحاب العواده، كانوا صناعيه مبليين بالزجاج، ويمكن يهضر معاك باللغه ديالو. ديك اللغه شربتها انا مع الوالد بحكم الاحتكاك ديالي، وهي فرضت عليا نفسها. وعندك امامك يعني بعض القصائد ديال الزجل واللي كتكلم فيها على مواضيع ديال المواطنه، مواضيع ايضا عندها طابع انساني اجتماعي. هو الى قلنا المواضيع ديال المواطنه، هذه موضوع ديال الساعه. نبداو بشي قصيده ديال المواطنه. ما عاد عادي، ما عاد عادي نعود نرخبك ونسى قد الصغير في ولادي، ونقول لك نوض نخدمو بلادك وبلادي، وانا فنيت عليها هادي سنين في سفوح جبالها، نصبت خيمتي ودقيت وتالي. ما عاد عادي نهجرها ونرمي راسي في بحر قصاد قناصي، عادي نودعها وهي ليا حامية، والبراني يحوم على حدودها سلاح وقادي مرفوع راس. هنايا شوية طموح، هنايا نكون لاباس واني غادي غادي. رباط الخير يجمعنا، من طنجة لقويرة ملقانا، نفتح دراعي ونال مرادي. ما عاد عادي يا صاحبي يا خويا، يا اختي يا بنتي يا ولدي، نسلح بقهرة وسكين مصدي، هي خبيز شعير فوق تلال تيسير، معها خير كتير وخيري نادي. ما عاد عادي نرمي بلاي على الغير، ونقول ما بقى تعبير، لكن سير وسير راه تقاضى زادي. الحكمة في تدبير، والله راه كبير، واللي وصل مصيره يخليها الغير. طمع الدنيا يعمي، واللي خدا لازم يودي. علاش علاش نحرم كنت صغير، ما زال تكبر راجل وتصير، وتقول تقاضى جهدي هادشي اللي عندي. ايضا سي العويدات، بالنسبه للتجربه ديالك في المجال الزجالي، فوقاش بديتي يعني الكتابه؟ واش مع يعني الادان ديال وانطلاق ديال المسلسل الروائي؟ هوي الكتابه الزجاليه كانت قبل الروايه، ولكن المشكل ديالها ما تنشرتش، كانت مناجاه الذات وكتابات متفرقه، وعلى اساس انني كنت كنعتبرها متنفس لا غير. كتبت في الجرائد عندي كتاب ديال الشعر الحر والشعر موزون، هذه في الثمانينات وفي التسعينات، وكنت كندير ممثل الشعراء الشباب في جهه الشرق في التسعينات، الى ان تمت المشاركه في اللقاءات وصدر لي الديوان ديال الايام الدايره غير هكاك صدفه كنت طبعتو، وشارت العام اللي داز في الاتحاد المغربي للجزائر في معرض الكتاب به، ودرت له توقيع، الامور الحمد لله غاديه. وانا الان راني متنسق مع السي عزيز غالي الكاتب الوطني الامين ديال الاتحاد المغربي للجزائر السي ممر الله يجزيهم بخير، والحمد لله الامور غاديه حاليا. كنعرفوا على ان يعني السي عويدات، انا مديت مولاي دري الزرهون يعني في مناسبات كثيره كتصبح وكتصير يعني قلعه وقبله لمختلف الشعراء والادباء والكتاب، يعني في محطات كثيره وعلى طول السنه تقريبا. بالنسبه للحضور ديال الاستعويدات في المشهد الادبي المحلي، ماذا عن هذا الحضور؟ وانا بحكم العمل ديالي كنشتغل مدير مؤسسه تعليميه في تازه، الموسم ديال العمل راه عمل، او الحمد لله بحال دابا الصيف اللي كيكون عطال، ومني كتكون هذا كتكون مشاركه الحمد لله في المدينه وفي المهرجانات راني حاضر، ولكن في ايام العمل ما عندي لا نمشي نخدم على راسي. ايضا هي مراحل يعني متنوعه، تتنوع بتنوع يعني الظرفيه المعاشه، الشيء اللي كينعكس يعني في الروايه ديال السي محمد عويدات، فمرحله يعني الدراسه الجامعيه الى مرحله تقلد المسؤوليه، هذه المرحله هذه في هذه الفتره هذه، يعني واش ممكن نقول على ان الاعمال يعني الروائيه وايضا المجموعه القصصيه اللي جايه، واش هي كتعكس المرحله الراهنه اللي كتعيشها؟ واش غادي نقول يا اخي، هو سؤال محرج، ولكن كتفرض عليك الداس ديالك تكتب على المعاناه ديالك. يمكن ما تخرجش دابا هذه المعاناه، ولكن لازم غادي تدون ان شاء الله الرحمن الرحيم باش هذه المساله نفرغ منها، لان الكاتب الاناء ينضح بما فيه. وشنو هي الواقع المعاش ولا الرهانات ولا الاكراهات ديال السعويدات ككاتب وايضا كاحد المبدعين من ابناء يعني الحاضره الادريسيه؟ ايوا بالنسبه للاكراهات، اولا كاين بالنسبه للشغل، لان المده اللي كتستغرقها في العمل راه ماشي سهله كمسؤول بالنسبه للمؤسسه، وعندك كاتب تقل الكاهل ديالك مجموعه ديال المسؤوليات التلاميذ ومن الاساتذه. ثانيا بالنسبه للطبع والنشر، كنعرفوا كل الطرق ديالو اللي كيطلبها والجري ديالو، احنا كنحاولوا ما امكن نرضيو هذا الفضول ديالنا الثقافي، وتنحاولوا ما امكن نستجبوا لهذا الهوس اللي عندنا، وان كان كندفعوا من ذاتنا ومن صحتنا، ولكن اللي عطلاه هو انا. هو سميتي هوس السعويدات. نعم.
هوس، هوس ثقافي، نعم، أو الهوس الثقافي بحال الجنون الثقافي. يعني بالنسبة لك الكتابة يعني هو مسألة ديال الوجود، إثبات الذات والهوية، لأن ملي كنآمن بواحد الفكرة لازم خصني نقشها، وباش كنقشها في الكتابة ديالي تصبح لي محفظة، حقوق النشر، حقوق التأليف، الطبع، كذا كذا. أيضا القارحة ديال السعويدات جادت وفاضت يعني بكثير من الروايات وأيضا المجموعات القصصية، واش عندك مجموعات زجلية؟ واش مدون الزجل ديالك السعويدات؟ حاليا هو مشى، احنا خرجنا ديوان، كنت شاركت بقصيدة ديال سوريا في المهرجان ديال الأوراش اللي ما حضرش عندي دابا. عندي مجموعة ديال القصائد إن شاء الله غادي ننشر الزجل إلا بقينا حيين، غادي جوج داونات ثلاثة أخرى غادي ننشرها، عندي موجودة إكراه غير ديال الطبع. أيضا يعني بالنسبة لقصائد الزجل ديالك، ربما عندك أيضا الزجل الغنائي اللي هو عندك إحدى القصائد هنايا، اللي أيضا ممكن يعني من خلالها التعامل مع يعني ملحنين وفنانين. هذه قصيدة أعطيتها حاليا السي سعيد حماني اللي هو أستاذ في المعهد ديال تازا، وبالحضور السي قاسم مجموعة الأساتذة، على أساس غادي تلحن إن شاء الله الرحمن الرحيم. ما فيها بس إلا سمعناها. تمهل يا سارق أيام عمري، فما عاد بإمكاني أن أجري، يا قريبا من أحلامي، فما عاد اللحن يسعف أوتاري. كنت يوم كان يوم كنا وكان العهد لنا، وما دمنا مثل من داموا قبلنا. تمهل فلا زال في الروح نفس والأمل بعدنا، قطعنا أشواط الهوى فرادا، ودروب الوجدان بياضه سوادا، فطوب لنا. يا سارق أيام عمري، ما عاد بإمكاني أن أجري، تلك لواعج الهيام نادت والشوق هاج، فما عسانا وعسانا. يا قريبا مني إلي، تمهل واسكن لدي، فما عاد في العمر بقية، فالأوقات هي هي، واللحظات ليست لك ولا إلي. طبيعة الحال يعني أيضا إذا تكلم عن الألوان أدبية اللي كتشغل اهتمام وبال يعني السي محمد عويدات، وممكن نسميوه كما جاء قبل قليل هوس الكتابة، يعني شنو هي المواضيع اللي كتعطيها ولا الألوان الأدبية اللي كتعطيها الأسبقية السي عويدات؟ هو الزجل كيفرض نفسه كيدشي لحد السم، ولكن أنا أفضل وأحبد الرواية. الرواية أولا فيها متسع من الوقت للتعبير، فيها مجموعة الخيوط المتشابكة، فيها البنية، غير هي الرواية خصها شوية ديال التأني وشوية ديال الرصانة. ميمكنش إنسان يدير بناء روائي على حقه وطريقه بالقواعد والأسس ديالو هو كيجلب المقومات ديالو، لهذا خصو يكون متمكن منها، وتا الرؤية في الرواية تكون أكبر من الكاتب، باش كل أحداث كتنمى الرصة كما قال موريس أبو ناظر. خص ما تحسش القارئ بالملل، عنصر التشويق، بحيث ملي كيهز الكتاب تيقدر يقرأ، ماشي كيقرا جوج سطور ويرميه. إذن هنا اللحظة كنلقاو اللغة خصو يكون عنده واحد لو كونتاكت معها سلس، كيفهمها، وشي خطرة إلا ما فهمهاش كتحس عليه يقلب عليها، ما تكونش عائق أمام القراءة. إذن أصبحت اللغة العائق خسرنا. هنا الوسيلة ديال التواصل بين القارئ والكتاب عندنا واحد التواطؤ غير معلن. عجبني الكتاب راه عجبني، ما عجبنيش نقدر أحطو، ولكن ما نقدرش نقول له راه ما عجبنيش. ايضا اذا تكلمتي السعودات قلت على ان يعني هناك يعني بعض الصعوبات المتعلقه بالطبع وايضا اخراج هاد المؤلفات والانتاجات الادبيه للوجود وايضا تعريفها للجمهور، فيما يتعلق ايضا بتعاطي الجمهور بشكل عام ولا القارئ مع هاد الانتاجات الادبيه والفكريه، واش ما كتشكلش بالنسبه لك هي عائق وايضا ممكن تحد من المجال التعبيري ديال الكاتب بشكل عام؟ اخي شادي نقول لك استاذ، يقال ان ما كاينش قارئ، يقال ان ما كاينش جمهور، ولكن الحقيقه كاين قراء وكاين جمهور. على سبيل المثال انا هاز الزاويه العتبيه روايه قدامي طبعتها فوقاش في 2015، وزعتها دار النشر واحد تقريبا 3 شهور. مشيت لفاس عند الفرع سولت، قال لك اودي سبعت 51 نسخة. إذا الإنتاج الورقي مازال كيتباع، احنا عندنا الجمهور، عندنا القراء. حاليا كيطلبوا لي الناس، كنكون تيطلبوا لي الناس النسخ، يقول لك نخلصوا وتيحثوا على من يخلصوا وكيشجعوا انا فيهم الأصدقاء ديالي، واخا ما كنبغيش يقول لك لا والله تسجل الفلوس. كاين قارئ، ولكن القارئ تيطلب الجودة، ماشي من هبة ودب ينشر ويألف، إيه، ولكن تيطلب الجودة. حنا ملي كنقولوا القارئ، قارئ واعي، قارئ متمكن،
قارئ خصنا نحترموه، باش نحترموا القارئ الى عطينا انتاج في المستوى. نعم، ايضا دائما يعني بالنسبه لك كتابه السي عويدات هو هوس، ولكن بالنسبه لك الا جينا نشوفوا من الجانب ديال الكتابه كرسائل، شنو كتحاول من خلالها توصل؟ المواقف طبيعة الحال، لان حنا كنعيشوا احداث، ومني كنقولوا القراءه تنقولوا ما وراء السطور، والقارئ الواعي راه كيعرف اش كتعني. حنا ملي كنا زمان كنا كنسمعوا الامثال، تنسمعوا الحجايات، تنسمعوا الحكايات، ولكن كان في الوقت ديالنا الهدف تعليمي. قرينا كليلة وديمنا، قرينا ألف ليلة وليلة، كتنتهي كليلة وديمنا دين في حكاية باش بمثل، وهذا مصير من يكتا. حاليا ولات الحكمة مدمجة في السرد، مدمجة في الرواية. راه مني كندير واحد الصفحة ولا واحدة أعلن عن موقف، وداك الموقف دائما إلا كان الكاتب تيحترم نفسه تيكون منطق منطقي، لأن كنا كنعرفوا المنطق وكنا كنعرفوا اللازم وكنا تنعرفوا، ولكن تنتغاضوا عليه. طبيعة الحال يعني بالنسبة أيضا لباقي الإنتاجات الزجلية ديال السي عويدات، شنو تحب يعني تعرفنا عليه؟ الإنتاجات عندي كاينة، هو قصيدة الزجل الحمد لله موجود، واخا نقرا لكم واحد القصيده زجليه لان مازال غير مكتوبه غير بالسيلون، ما نقولوش العنوان. يا كان ونسى، يا كان ونسى، عصينا في طريق المعقول ما تلاقينا، كذبنا ونافقنا ودرنا ما علينا، بعلام الحق فوق روسو بسبوب وشمنا، انا ونسى خرجات الشوارع جلينا، ما درنا عمره ما حجينا، بالخصه فعيل كتبنا والخوت نضرينا، لا سمح علينا انا وانت، علينا ما قدينا، جنينا ما جنينا وغنينا ما غنينا، هادي قرايه قلنا والحلايقيه قالوا هادي سليمه، ضحات الشقار بايب في الخصومه لبعضنا بسلاح بيض ودينا، فين كاود الحومه فين كان اللي صحبتي اللي خاويتي اللي شقيتي، فين كيا اللي رضعتي فين كالميمة وحنيتي علينا، فين كالجدة المرهونة، أنا وانت غربة حين تخلفت لوقات تبعدت لوطان، والمارة ولا ترقومة ما تجري ما تلهت، تنمحى وتتبدل بلا ما تعقد بلا ما تعمر بلا ما تخوي بلا ما تحلال بلا ما تحل بلا ما تسرسر، طل زربة وتلوي والشعرة اللي قالوا تخبل من هذاك من هذه كاداك مكومة، وها احنا اليوم ما صبحنا كيف مسينا، عرام خاوي زطمت وانا ناوي، كتبان مهاوية وريح مرصود يلعب الفوق علينا، بلا صواب بلا رجلة ساتو غاد عجاج في عينينا، رمادو سيل حرف محبتنا وغاص في حالو عمالنا، عربيد عربيديني قالوا مسكين صالو جال قبل زمانه، ما جرى في مجرانا ما ولينا، كما وشرب ديالو ماشي شغلنا وعلاش نسالو، خليوه يضرب الفعل خليوه قبيح الفعال يوعد بالقوال، حالو ما هو حال ما هزري وحريح شجية فينا، الدرهم ما هو متقال إلا وزنتيه وزنتي المحال، ما طال والو اللي طالو، قبل ما تناسبو صاحبو وسار على خالو، شعل شميعة وسلم علينا، ياك أنا وانت أنا وانت تسكينا، فرشنا همنا ورقدنا سنين ونبتا خصي صارعينا، وهما ركبان شحال قالوا وما داروا، وخا على الكراسة نبتوا وكبروا نوروا نوروا وهما دبالوا، أنا وانت بدمعنا نسقيو بدمنا نرويو ساعة فرحنا نبكيو على والو. إذا تبارك الله عليك السي عويدات. شكرا. طبيعة الحال يعني هذه ربما من حالات اجتماعية، علاقات اجتماعية ربما حاولت أنك تدرجها في أسلوب يعني زجلي ملحوني جميل. اختزال ضوئي، هذه ملي كنكتبوا كنكتبوا حالات خاصة، حنا ما كنعموش. هذه وضعيات اجتماعية، حالات اجتماعية مختزلة في صور، صور شعرية زجلية. نعم، إذا بطبيعة الحال فرصة سعيدة أننا تعرفنا على جانب آخر من الإبداع ديال السي محمد عويدات، كنشكرك كثير السي عويدات. شكرا أستاذ جراوي، شكرا للإذاعة الكريمة اللي هذه ثاني مرة الحمد لله كنستضف فيها، وشكرا للمستمع الكريم اللي كنتسقلت عليه. أيضا كنشكروا كل المستمع الكرام عن طيب الإصغاء وكرم المتابعة والوفاء، وبأسمع عبارة الوفاء أقول لكم إلى اللقاء.